طبعا يعني غادي نزيد اول حاجه نشكره على الـ على الـ على الجمهور الوداد على الدعم ديالو اللي كان في مباراه الاهلي اللي صراحه كان مؤثر بشكل كبير. وانا الصدى اللي سمعته يعني منذ الرجوع ديالنا من الكاميرون الان ان شاء الله ستكون مفاجاه كبيره بالنسبه يعني للجماهير الوداديه. كنتمنى اننا حتى حنايا كاوتور تقنيه كلاعبين نكونوا في الموعد يعني ونهديو ليه الفوز اللي صراحه يستحقه. هو صراحه حنا محتاجين الجمهور ديالنا ان شاء الله باش يعاوننا لهاد المقابله هذه، خاص تكون كلشي موجود ليها، لا للمكتب ولا اللاعبين ولا الجمهور ولا الاداريين، كلشي خاص يكون موجود باش ندوزو ان شاء الله مجموعين. جمهور الوداد غني على التعريف، يعني تيساندوا في لا خارج المغرب لا داخل المغرب، راك شتي تبعونا حتى الكاميرون، يعني حتى هذا الماتش هذا يعني عارفين بلي راه تا هما راه بحال لاعبين ماتش، تا هما عندهم هذه المقابله ديال الموسم انهم خصهم يعاونوا الفريق باش يربح هذا الماتش هذا ان شاء الله وناخذوا فيه ثلاث نقاط، وعارفين انهم غيجيو يعاونونا ويساندونا وغنديو الماتش ان شاء الله.